زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتعرض للملاحقة والضرب في الكويت، شاهدوا ماذا حصل بها. تعرضت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للملاحقة والضرب من مجهولين خلال تواجدها في الكويت بحسب ما كشفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، نشرت زينب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة روت من خلالها ما حصل معها. وكتبت زينب إذ قالت: اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور، وأنا عندي رقم اللوحة، قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة. وتابعت: وقبل كم يوم سيارة داخلها شاب ضربني على أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية، والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء، وكمان قدرت صور اللوحة. وأكدت زينب فياض أنها ستلجأ إلى القضاء لمحاسبة الفاعلين، إذ قالت: وما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبتوا بالقانون، ولو بدها تصير قضية رأي عام، واللي بعدكم رح أعرفه، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. مضيفة: وما تنسوا نحن بالكويت دولة الأمن والأمان اللي تاخد لي حقي. في المقابل، علق المتابعون على ردة فعل هيفاء وهبي والدة زينب على الموضوع، حيث لم تعلق على الموضوع بتاتاً، إنما قامت بإطلاق أغنية جديدة لها تحت عنوان تيجي تيجي، متجاهلة ما حصل مع ابنتها بحسب ما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، كانت ضجة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بصورة نادرة لزوج هيفاء وهبي الأول. وفي التفاصيل، فقد جاء تداول هذه الصورة النادرة لزوج هيفاء الأول بعد أن نشرتها ابنتهما زينب فياض عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام لمناسبة عيد الأب. وظهر والد زينب في الصورة وهو يقف أمام حصانه أثناء ممارسته لرياضة البولو، فيما لم يظهر وجهه بشكل واضح، وكتبت عليها: كل عيد أب وأنت بخير، الله يحميك يا رب. ونشرت زينب أيضا صورة قديمة لوالدها أثناء ممارسته الرياضة نفسها، وكتبت عليها: بابا يا رب تاخذ من عمري وتعطي،